عليكم. اليوم حبيت نتكلم على نسبة الإشغال في المشروع تاع طريق السيار الممتد ما بين ميناء بجاية ومدخل مدينة بويرة. والآن نشوفه باللي المقطع الموجود ما بين منطقة وادي غير وميناء بجاية. المنطقة هذه الرواق يعني الرواق غير مكتمل والأشغال مازال ما بدأتش. وعلى كل حال الصور هذه تاع جوجل أرت تعود إلى شهر جوليا من السنة الماضية، يعني عندها تقريبا 6 أشهر. لكن نلاحظ بأن الرواق غير مكتمل هنايا على مستوى واد غير، ثم باتجاه سيدي عيش لاحظ أن الرواق يعني مخدوم لكن مازال ماشي مكتمل. هي في الحقيقة الشطر الأول اللي اكتمل فيه 57 كيلومتر، ثم زاد فتح شطر آخر فيه 10 كيلومترات. إذن الشطر المفتوح أمام العربات هو فيه 67 كيلومتر، وتبقى 33 كيلومتر ما بين نفق سيدي عيش وميناء بجاية. إذن هذا هو الجزء المتبقى من طريق السيار نتاع لابينيترونت نتاع بجاية. هذا هو السطر المتبقى اللي فيه حوالي 33 كيلومتر. إذا افترضنا أن طريق بكامله فيه 100 كيلومتر، هذا هو. والآن نزيد نروح نشوف الصور الأخيرة، يعني الفيديو الأخير عن الأشغال في هذا المشروع. وإذن ما تروحوش، فيه فيديو من السماء اللي ريسون. الفيديو هذا يعود إلى الشهر هذا ويعطينا أكثر تفاصيل عن المشروع هذا. فيما يخص النفق نتاع سيدي عيش، بعد ما تم فتح يعني التوب فيه زوج انفاق مزدوجة بطول 1600 متر. إذن بعد ما تم فتح التوب الأول، التوب الثاني فتح في الأسبوع هذا، نفق ثاني. إذن النفق هذا يعني مفتوح 100%، تبقى عملية وضع الأجهزة والريفاتمون والأجهزة التقنية باش يكتمل النفق. هو يعني أكبر عائق اللي كان موجود أمام المشروع. تبقى بعض الأجهزة الفنية، المنشآت الفنية كالجسور ومنها راهي قيد الإنشاء. والسلام عليكم.
you.